مع أحد المؤذنين الشيخ من؟ الشيخ خالد الزير. نعم خلنا نعم. حياك الله شيخ خالد. مرحبا بك يا شيخ، كيف حالك؟ ارفع صوتك شيخ خالد تكفى. ابشر ابشر طال عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ خالد. الله يبقيك ويطول عمرك. يا هلا والله وسهلا. احنا نتكلم عن أجمل عودة، فيعني ايه هل المؤذنين يعني لهم عودة مختلفة ولا كيف؟ هو مؤذن ولا إمام؟ مؤذن. ما شاء الله ما شاء الله. هاي شيخ خالد. الله يجزاكم خير. والله رجعتونا تقريبا أسبوعين تقريبا بالفرحة، وكان صراحة شعور لا يوصف ولله الحمد، خصوصا خصوصا وقت صلاة الفجر يوم الأحد. جيت المسجد قبل الفجر بعشر دقائق. أسلم. ولقيت سبعة أشخاص من جماعة المسجد واقفين. يا شيخ خالد افتح المسجد، يا شيخ خالد سبحان الله افتح المسجد. اي والله سبعة سبعة اي والله سبعة ما شاء الله ما شاء الله جماعتك ايه ما شاء الله. اسلم يا شيخ. واروح للباب الثاني وافتح الباب والقى شايب ما شاء الله من جماعة المسجد عمره تجاوز 90. اوه ما شاء الله 90. اي والله تجاوز. والحين ودنا للمتابعين ودنكم يا شيخ تدعوا له. الله يمتع الصحة. الله يمتع الصحة. الآن في كورونا؟ الحين إي والله يا شيخ. الله يشفيه ويرفع عنه. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيه. آمين يكشف عنه. وندعو للمشاهدين والمشاهدات أيضا كذلك الدعاء له. أي نعم كل من ابتلي نرفع عنه البلاء يا رب العالمين. اللهم آمين. أسلم يا شيخ خالد. وفعلا قبلها بثلاث أيام يعني المسجد جوالي والله ما سكت من جماعة المسجد. يا شيخ نبي نرفع المصاحف، يا شيخ نبي نعقم. كان شعور الله يجزاهم خير تكاتف ولله وفرحة عمة الحارة ولله الحمد لله. جزاكم الله خير والله يبارك فيكم، وشكرا لك شيخ خالد على هالمشاركة الطيبة. الله يسلمك. ودعواتنا أيضا نكرر دعانا يعني للوالد مرتاد المسجد الوالد عندكم الله يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين آمين. يرفع عنه. أقول شوف سبحان الله أقول سبع عند باب مسجده. شوف من الفرحة. أي نحن. يا أخي أبو عبد